النتائج الدقيقة التي قدمتها، وقد بدأت بتوضيح المنهجية المتبعة، وهو وضع بابين. الباب الأول يتعلق بالقواعد الشكلية والإدارية لحماية الملكية الفكرية، حماية الملكية العقارية، والباب التالي آليات القضاء لحماية الملكية العقارية. ثم انتقلت إلى مجموعة من النتائج التي أعتبرها بناءة ودقيقة جدا. وبدون إطالة أعطي الكلمة للأستاذة آغا جميلة، المشرفة على هذه المطرحة، من أجل تقديم الطالبة المترشحة وتقديم الموضوع، فلتتفضل مشكورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أقدم كلمة شكر للجنة المحترمة على رأسها السيد رئيس اللجنة أستاذ